شحال طالبين فيك اخي؟ 6300 6400 اللي كاري شي السفلي واللي كاري شي فوقي واللي كاري جوج ديار وثلاثه ديار ينقص على الدراوش الخاوه في هذا الشهر ديال العيد راهم مزير. شحال وليد الدراوش الخاوه؟ راهو 350000 قابل للتفاوض. 350000 والدرويش كيشبر 3000 درهم، كيفاش غنعملوا له؟ هذا 1300 اخي ابراهيم ها هو. احنا بيدنا طلعنا نشوفوا واش بان الثمن زاي. الثمن 9000 درهم هذا اخي ابراهيم. يعني باعوا لنا الغلا نبيعوا الغلا، باعوا لنا الرخا نبيعوا الرخا. دابا اللي خدام في الشركه تيقدر يشري الحوليد 5000 6000 درهم. والو الخاف. يشريه يا اخي ابراهيم صعيبه بزاف الخاف. خصو يدخل شي قسمه وسلامه الخاوه ماشي عايب. اوكي هذا على الهوت كام اخي ابراهيم. ولا قلنا الثمن ديالو شحال غادي نقول؟ هذا 550 اخي ابراهيم. السلام عليكم متابعين موقع طنجي، مرحبا بكم في حلقه جديده سبت زينس وغنشوفوا الاجواء ديال الحواله هنا. يلا بحالنا اخي سوفيا. ها واحد الغزاله هذا نديوها معنا ما نمشيو. السلام عليكم. ديالين سينا مزيان. بخير. عاد ندخل الجوله وغنشوفوا ديك الساعه. بقى لي شنو جبتينا اليوم؟ عندي هنايا شي بركه تخني في راهي فين هي؟ تخني في راس بارك الله. بقالي غنقول لك اكبر حاولي عندك اليوم صبحت عيني كبير. اه تبارك الله. خاو ديالي الغزال. تبارك الله بقالي. شحال طالبين فيك اخي؟ 6300 6400. اليوم كيف صباح السوق؟ طالع. شويه بدا كيترخى شويه. ياك. والسوق اخر شنو نقول لك كاين ثمن. كاين ثمن درويش ما عيطش. فهمتي؟ مي ساقسي كاين ثمن الحوالة شحال تبارك الله. الصراحة كاين 4000 درويش اللي خسر 4000 باش يعيط. 500 500 500 درويش. واش خاصهم 250 و 200 فرانك ما يجبروش. بحق دابا يلاه بداية السوق البداية شوية إن شاء الله. ما كاينش تسرع دابا شنو نقول لك الناس باقي ما خلصهاش دابا. الموظفين نهار تخلصوا الموظفين الحولي ما غيجبرش. والناس كاين اللي كارية ما خصو فين غيعملوا. فين غيديروا فهمتي ولا هذا هو السوق باش باقي دابا داير شوية. ونسينا اليوم جيت شحال الجهد ديالك تشري الحاويه؟ انا عطيت واحد خانه 250 فرانك باش يبيع لي هي اللي عندي انا 250. يعني قلتي هذاك سدات عيب. عندي عيب والو قال لك 300 فرانك انا ما عنديش 300. ها راه شوفوا السلعه دخلني فرا بقى لي. ها وهذا شحال؟ 3600. 3600 قابل المفاهمة اخاي ابراهيم زيد النقص والله يا اخاي. بنادم بدا كيشري دابا لا والو باقي بنادم باقي السوق ما محركش مر. بحق دابا الايام اللي ما جاي ان شاء الله باقي باقي السوق يترخى ان شاء الله وبنادم عايشري ان شاء الله باقي دابا بنادم مخلوع فهمتي. هذا مليح اخاي. خاو ديري تبارك الله. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم. غنقولوا اليوم السبت كيفاش صباح السوق؟ السوق والو بيع ماكينات يا اخاي ابراهيم. يعني وقيلا حتى الانسان جا كيسمع السوق غادي السوق غادي كيمشي في حالو كيمشي في حال حيت دابا دابا كيفشل بعض الناس وما كيجبروا دابا السوق طالع الحاولي كيقول لك 4000 4000 و500 ما كيشريش كيمشي في حالو كيسمع يقول على الله السوق عاي دابا السوق عاي يطيح شويه 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 غيكون غير الخير ان شاء الله غيكون على الخير دابا البركه هذا شحال؟ هذا ب 405 405 بالخير تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. دابا لو قلنا شي واحد يكون مثلا عي متوسط عي متوسط نمشيو نسم اخي ابراهيم 190 الف فرنك هذا 190 الف فرنك 190 هذا خروف 190 ضخ تبارك الله نشوفوا شي واحد اخر كاين مرو ها هو هذا 170 170 الف ها هو خروف مزيون هذا هذا 1300 اخي ابراهيم ها هو ها 1300 دايزن الضحيه 1300 وهذا تبارك الله هذا فين هو هذا 2000 درهم اخي ابراهيم 2000 درهم تبارك الله الخير موجود اخي سلام عليكم وعليكم السلام اخي ابراهيم نقول لك اليوم كيفاش صباح السوق السوق مزيان اخي ابراهيم على حسابك على حساب واخا دابا شنو توري له اكبر حاولي ولا اصغر حاولي اللي غنوريك هما الناس اللي كاري شي سفلي واللي كاري شي فوقي واللي كاري جوج ديار وثلاثه ديار ينقص على الدراوش الخاوه في هذا الشهر ديال العيد راهم مزير ياك اخي اي والله ما الحاولي خلي هاي الحاولي مزيرو ما يزيدش يزيرو مي درتي على الدراوش اختار لي شي حاولي الدراوش وقول لي الثمن ديالك الحاولي الدراوش الخاوه فهمتي بحال اللي غنقول لك يعني من عندك اه هو
هذا خيبر هان. إلا قلنا هذا شحال غادي نقولوا الثمن ديالو؟ هذا الخوا ب 350,000 قابل للتفاوض. 350,000 والدرويش كيشبر 3000 درهم، كيفاش غنعملوا له؟ هذا واحد السؤال مهم. إلا راسنا انا ما نهضروش على راسنا، هاد الدرويش كيشبر 3000 درهم، كيفاش غيشري الحاولي ب 350؟ فين هي الشوايه؟ فين هو الفحام؟ فين هو دابا ملي كيقولوا دابا شكون اللي كيغالي هاد الحوالا؟ شكون اللي كيغاليهم؟ هو كسب شاري صديتو غالي، كيفاش غيعمل له؟ مربيه والله يحسن له. السلام عليكم. السلام. واش كاينه شي حواله ولا والو؟ كاينه الحاولي حق الثمن زايد، ما نعرفش اني واش كيصنع على الدراويش مساكن كاملين دابا مخلوعين يطلعوا للسوق. الدراويش بوبرانيين والثمن زايد اليوم. دابا اليوم سقسيتي شي حاولي شحال جبار؟ 300 فوق اخاو الغلا، خصهم ينقصوا شي حاجة. دابا صاحبك قال لي راه بيدو كيبيع الحوالة. شكون؟ ديك صاحبي اللي كان معاك. لا لا. دابا سيميني طلعتي شحال كان في الجهد ديالك اليوم تشري الحاولة؟ 200 ريال. جود ديالنا 200 ريال. جبرتي ديك الحاولي 100؟ لا والو، 300 فوق. يعني دابا صاحبي الحاولي ولا لا حاولي؟ بلا حاولي. الرجل حاميه حوالدي. خايب بقالي تبارك الله. تبارك الله، الله يعزك اخاي ابراهيم. بقالي تبارك الله، كيبان عندك مليح هنا. ضروري دايما المليح. يعني تتسامن يكون الحاولي كبير تبارك الله ساوي. ساوي شويش، الغلا كاينه هذا العام. شوف الحوالة كبارين ديك الساعة نشوف هذا الغليماس اللي عندك. وقيلا شوف وري لي أكبر حاولي عندك هنا. اكبر حاولي اللي وقيله هذا ياك سبارك الله. بدعتك سبارك الله المليحه اخاي ابراهيم. ما انا راس السوق هاك الله. لا هو راس السوق سبارك الله. والله الا راس السوق عندي سنين على الثمن. دا الثمن دي 1000 درهم هذا اخاي ابراهيم، يعني قابل للتفاوض. يعني بيا التفاوض دابا هادي ضروري كنتفاهموا مع الدراويش اخاي ابراهيم. هادو دابا هادو السرديين. السرديين كيكونوا ساويين في السوق ضروري كيكونوا زايدين على الخنيفري وعلى دويش. عندك الخنيفري؟ عندي راه هو فين هو. شحال واصلين عندك تما الخرك؟ 350 360 كل حاجه والثمن ديالها تينا عار. دابا باقا لي الناس اللي كتفرج فينا شنو غادي نقول لهم؟ السوق باقي غادي يطيح ولا السوق دابا كيفاش عامل الاجواء في السوق؟ هذيك الشيء الله اعلم اخاي ابراهيم، ما تقدرش تعرف شني كاين. بحال اللي كتقمر ونوضص جو خليك شني كاين. طالع مره الناس كبارين هما اللي كيعدلوا الثمن، فهمتي؟ هما اللي كيغاليو هما اللي كيرخصوا، اما حنايا ما عندنا ما نقدموا ما ناخروا اخاي ابراهيم. كل واحد والله باعوا لنا الغلا نبيعوا الغلا، باعوا لنا الرخا نبيعوا الرخا. باقا لي دابا الدراويش كيفاش كتعاملوا معاه ملي كيجي يشري حاولي دا؟ والله الا كنتعاملوا مع الدراويش مزيان وكنخليو لهم حتى العيد بلا صاير بلا حتى شي حاجه. المهم خصنا من كليان يمشي على خاطره. كيفاش عندك نكوريس كتعامل معاهم يخليو الحاولي تما؟ خليه تما الدنيا هاني التاسع موجود واكل شارب ما يخمم فيه حتى شي حاجه، كيجي كيجبرو ارتاح قسمو بالله اخاي ابراهيم. برافو بقاي. دابا نشوفو شي حاولي ياسين. نشوفو اخاي ابراهيم. ها راه نشوفوهم. سم الحاولي ها. شحال قول الثمن ديالها؟ هذه الثمن ديالها 1700 درهم اخاي ابراهيم. 700 درهم. المليح وحاجه مزيانه، راه السوق ما كاينش اختها. وهذا وهذا؟ هذيك ديها ب 1600 اخاي ابراهيم. يعني كاين الاقبال دابا على كاينه كيديو اكثر من الحاولي حيتاش الحاولي غالي دابا. والله الا كنبيعوا فيها اكثر من الحاولي هادي تبارك الله. يعني عندك الخير موجود. الخير موجود اخاي ابراهيم. اصغر وحده عندك هنا شحال؟ اصغر وحده 120 130 فهمتي. كاينه الغلا هذا العام ما بقاش ديك الثمن شحال هادي. وكنعدلوا مع الدراويش وما حال سيدي درس مع مدرسه اشنا دا اخاي ابراهيم. هاني انا عند ساعري تما ثامن. الله يرحم والديك اخاي ابراهيم. الله يعزك ابقى. كما شفتوا الاخوان ديالي دابا اصغر حاولي جبرنا هو 1100 درهم، وباقي كنشوفوا السوق كيفاش عامله الصباحات. كي جبرتي السوق اليوم؟ الاجواء كتبان الخاوات السوق مزيانه ولكن الاثمنه غاليه شويه ابراهيم اخي. يعني جبرتي الحواله ماشي ولكن الاثمنه غاليه شويه بالنسبه للدرويش الخاوه. دابا انت اليوم جيتي باسي ولا جيتي تشري؟ انا جيتي دورا نشوف الاثمنه. لا والله شوفوا السوق شنو عاملين فيه الاثمنه، واش كاين شي غلا واش كاين شي رخا. ديو واحد الفكره يعني عمر دابا اللي خدام في الشركه تيقدر يشري الحاولي ب 5000 6000 درهم. والو الخاوه يشريه شيخ ابراهيم. ايوا صعيبه بزاف الخاوه، خصو يدخل شي قسمه وسلام الخاوه ماشي عايب. ما الحاولي بزاف الخاوه انت كتشوف الاثمنه الحاولي. الحاولي صغير مره يقول لك 3000 درهم وحق ما دام عندك ما تسمعك. كل واحد عندي البركه ديالو ابراهيم اخ. نيش تبارك الله عليك اخاودي. حفظك ابراهيم اخ. خي زوه اخاي ابراهيم. مرحبا بنا عندهم الديموس. مرحبا بك الخوفي يا ساعه على الراس والعين. غنهضروا على الثمن ديوم السبت.
شكون واش كان السبت ليفاس احسن من هذا ولا هذا احسن من ليفاس؟ اخي ابراهيم هذا ثمن واحد الخاو مجي الخاو دابا هادي من العيدن هنا من رمضان هنايا ثمن واحد مجي تبارك الله. اليوم السبت كاينه شي بيع وشرا ولا شويه وصافي الخاو مع كلي ما كاينش شي بيع وشرا اللي كتعرف هايدي عليك شي كليان فروه وسال يعني دابا الانسان كيجي يشوف السوق كيجبر كيجي يشوف كيجي يساوى من اللي كيجي ساق تيقول لك الغلا 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 وكيمشي فحال كاع عنده الغرض يشري كيشري اللي ما عندوش كيمشي فحالو اخي تبارك الله. هاد المره هادي كنشوف الحوالا كبارين تبارك الله كنخدموا على المليحه اخي واد مع اليوسف اهم مليح تبارك الله كبارين يعني مع تحسوا اخي ابراهيم دابا هذا الثمن الناس عاود تبارك الله وكيهضر على راسو وكيهضر على هو تقام اخي ابراهيم ولا قلنا الثمن ديالو شحال غادي نقول؟ 550 اخي ابراهيم 550 تبارك الله عاتني اخي ابراهيم كاين مفاهمة اخي ابراهيم تبارك الله ماشي رباعي ولا شقاف عاتني ما تعرفش شنو كيف وهذوك التومه ديالك هذا يكون الخنيف راه فيهم الثمن شويه ناقص بحال بحال اخي ابراهيم الحمد لله احسن من هذه الاخرى دابا هذا تسمى عندك شي حاولي مثلا كيكون مناسب نشوفه كاين هذا اخي ابراهيم هذا 450 الخام تبارك الله حتى هو عسنان حليب هذا شوف شنو كاين هذا اخر ثمن شحال كيبقى هذا اخر ثمن اخي ابراهيم كيبقى 430 اخر ثمن ديالو تبارك الله شنو كاين ها هو يلاه بعت واحد اخي ابراهيم هذاك بعته ب 470 هو قنبه في راسو الله يجعلو طحين الله يرضى عليك شنو كاين هادي اخي ولد فيها الثمن شويش ناقص ايوا مالحو انا عندك نقاي مليح اخي ابراهيم الثمن واقيلا فيما مجينا كنجور الثمن جبرتي الثمن اخي ابراهيم في اي بلاصه المغرب كامل فيه الثمن اخي ابراهيم واخويا هاد الحواله جايين من وازن وحاجه مزيانه حاجه سرديه واللحم ديالها طبيعي راه عياها السبول وفارينه تنجيب دايزه الضحيه اخويا تنجيبو الغلا مع المعاوضه حاجه مزيانه وغزاله والاثمنه ديالهم اخويا بعنا 220 طالبا في هذه 220 لا جابها الله واش قرجه ولا وقرجه تنبيعو حنا على الجمال اخويا تنبيعو قرجه تنبيعو 220 225 230 اللور 250 كل حاجه وثمنها المرضي وحاجه مزيانه تشوف الغلم بلديه سرديه تشوف حاجه مزيانه ملكيه الخرفان هادو ما دايزينش الضحيه حاجه مزيانه حاجه معاوضه والغلم مليحه تنجيبو الناس تنبيعو على المحسنين تنجيبو 30 40 تنبيعو للمحسنين سبيل الله كاين الاقبال كيديرو الا الاقبال تنبيعو الجمله المرضي ما تبقى حتى حبه بقات انت 200 حبه تتمشي يا الخاوه حاجه مزيانه منظوره تتمشي يا خويا والمليح كاين وتنرطبو على الدراوش كيما شفتو كانت هذه هي الاجواء السوق السبت زينات ونتلاقاو في السوق اللي ما جاي ان شاء الله الله يعمل لي فيها الخير تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.